في كتير من المعلومات والأخطاء الشائعة حول فيروس كورونا، مثل غسل الأنف والغرغرة بالماء والملح أو الخل. ما بيمنع هذا الشيء العدوى بالفيروس، حتى ممكن يسببوا ضرر بخلايا جهاز التنفس العلوي إذا كانت نسبة الملح عالية. المخللات المصنوعة بالمنزل بتقوي الجهاز المناعي قليلاً، ولكن الإسراف بتناولها ممكن ترفع نسبة الملح بالجسم وتسبب خلل بتوازن السوائل بالجسم وأيضاً ارتفاع بضغط الدم. أثبتت الأبحاث العلمية التغذية الصحية المتوازنة والنوم الكافي والتمارين الرياضية من أهم العوامل يلي بتزيد مناعة الجسم. الطقس الحار ما بيقتل فيروس كورونا، والصحيح أنه التهويت الأماكن المغلقة والمنازل وأماكن العمل بتقلل فرص العدوى بالفيروسات يلي بتنتقل عن طريق الجهاز التنفسي. ارتفاع درجات حرارة الجو وأشعة الشمس المباشرة بتخلي الفيروسات بتعيش لفترة أقل على الأسطح الخارجية.